ماي جاد ليتس دو ذس. ما بيتغير. كيف فيني خلي الشاب يتعلق فيي اكثر؟ كثير موقفك صعب. That's what I'm talking about. It's okay not to be okay. Do it. Enjoy it. Hi guys, واهلا وسهلا فيكم بفلوج مس داي 11. اليوم معي سبيشال جيست نجلة. كنتوا بتعرفوا اكيد عملنا اوريدي فيديو سوا وكثير حبيتوا وكنتوا كثير عم تطلبوا بارت 2. فتوداي از ذا داي رح نعمل بارت 2 بس اليوم مع تويست. التويست كتير حلو. انا كتير محمسة لها بتعرفوني. التحدي اليوم هو سبايسي نودلز تشالنج وبذات الوقت رح نكون عم نجربكم على اسئلتكم عن relationships يعني العلاقات العاطفية. انا هون بترجم لها. رايحين هلا نجيب النودلز ونشرب. ترا فوالا حضرنا كل شيء. It's time to try. بس جبنا زيادة هوت صوص لانه ما حسيناهم انه شكلهم كتير حارين فرح نزيد. خلنا ندوق قبل تنشوف. انا ماني ضايقه هولي النودلز جايز فيهم حار بس بيحر. لازم نجيب كباية مي. المي مع الحار بيزيد الحار. بعرف بس ما بقدر. اوكي لازم نزيد بعد لانه انه هولي حارين بس نتحملهم. حاسب لك انا. او ماي جاد go wild or go home. اوكي خلص انت كده مو لا لا او ماي جاد لا الريحه يعني انا الريحه دمع عيوني على الريحه. شو طيبين ماي بده ماي ماي. جبنا ماي مش الحال. ريدي تبلش تجاوب على اسئله؟ يس ليتس دو ذس. اوكي يلا. في كثير اسئله مجاوبين عليهم باول فيديو فما رح ارجع عيدهم رح جرب نجاوب على اسئله جديده. يس اوكي. كيف بدنا نتخطى البريك اب؟ فود. بعرف انه مانو شيء هين انه حدا يتخطى البريك اب بس يو كان دو ات. عن جد يو كان دو ات. انتوا عايزين بكل سهولة انه تحبوا حالكم بس يصير في بريك اب يعني في شيء عم يأذيكم شيء مش منيح لكم سو بس تحطوا حالكم انتوا اولوية وتحبوا حالكم رح تعرفوا انه هيدا الشيء منه منيح لقلي وبتتخطوا بكل سهولة. جوا عم بتعاني هون. بتزيد انه مش غلط تبكوا اول كم يوم مش غلط انه تحسوا بهالايموشنز لازم تحسون كرمال بعدين تقدروا تتخطوا. It's okay not to be okay. هلا مثل هلا عنقد. كيف بتبلشي حديث مع حدا اذا بيعجبك؟ انا بقول انه كثير لازم تكوني حالك. مزبوط. هلا التوتر اكيد حيلعب دور لانه بيعجبك بس انه ايه بي يور سيلف يعني كنت موترة او لا تحكي حتى لو كنت awkward شوية it's cute. ايه انه عادي. ايه be yourself. كبي هيك مسحة مهضومة تطلع هيك لذيذة حلوين هون هالمرحلة ايه كتير حلوة بالعلاقة كتير حلوة. كيف بعرف اذا شخص بيحبني بلا ما اقله؟ هو مفروض يبين اذا حدا بيحبك حيبين لانه are you okay؟ yeah yeah I'm fine. راح يبين من تصرفات الشخص اذا هو منعجب او اذا هو حتى انه he cares او لا. انت بنجد منزيد حار؟ لا لا كثير لا. اوكي انا بحب تو اوفر دو ات. ايه حملي اوفر دو ات. انا مش قادره اتحمل اكثر من هيك. كثير حلوكي هون شفايفك. هيك بتحسوا شفايفكم صاروا بلومبت. ايه اذا بدكم تقبلوا شفايفكم بلا ما تعملوا فيلرز كله حال. اصلا بتعرفي في عالم بتجيب الحال وبتعمل هيك سكراب لشفايفها بس اتس نوت جود يعني. ايه مانو منيح ابدا سو دونت دو ات. ما تعملوها. ايه كيف المفروض نتصرف تعرف مع حدا بحب حاله اوفر؟ انا بقول منشيله من حياتنا. انا ما بحب هيك اشخاص ابدا. منشيله من حياتنا ما انهم ادد فاليو على حياتكم يعني ما عم بيزيدوا ما عم بيزيدوا لكم. ليه عم بحكي بيزيدوا ذوق لانه ما عم بيزيدوا لكم شيء بالعكس عم بخلوكم تعتلوا هم وتتلبكوا فبرا برا برا ما انا سخنه بس عم بنفخ عليها كانه رح يقل الحر كثير ذكيه. نيكست هيدا السؤال خاص باللونج ديستنس بس حنسأله لأنه مهم. إذا حسيت إنه عم بتبعده من ورا اللونج ديستنس شو فينا نعمل ترجع هيك هيدا الريكونكشن؟ اللونج ديستنس كتير صعبة هيدا الشي كلنا بنعرفه كتير ناس ما بتقدر تتحمل اللونج ديستنس. بس اللي فيكم تعملوه إنه تعملوا إشي هيك سبيشل. أول شي إذا هو مثلا بعت لكم وردة أو مثلا قررتوا إنه هيدا ديت نايت بتزبطوا حالكم وبتعملوا دينر على فيس تايم هيك إشي هيك اشياء هيك بتخليكم انه هيك تتحمسوا تشوفوا الشخص حتى لو فيديو كول. كثير حبيت اللي قلتيه. هلا بس ليكي هون بده يكون في وعي من الطرفين يعني صح بده يكون الاثنين بدهم بدهم انه تو ميك ات ورك. صح اكزاكتلي. اذا حدا بس عم بيحط افورت ما حيمشي الحال. صح اوكي. ما عنده استقرار مادي وما عم بيعمل شيء للموضوع شو بنعمل؟ بدك انت تجاوب؟ لا يلا انا برجع بهيك. اوكي انا بقول انه اذا هيك مبلشين بين انه منه حدا عنده امبيشن ما عنده طموح اللي هو شيء كثير مش منيح بالشخص.
للاستمرارية الطموح كتير مهم. هلأ في شغلة إذا كنت عم تحكينا من لبنان، هلأ بعرف إنه كله ستريس وكله عن جد ما بيخلي الشخص يكون موتيفيتد أو يكون عنده الشجاعة إنه يعمل شيء. سوري. انه يعمل شيء، بس تل من حيلا شيء اذا حدا عن جد بده فيه. يقدر يعمل صح. يعني قبل ما تستسلمي عن الموضوع try to push him، يعني اعملوا ريسيرش سوا، اعطيه نصايح، فكروا سوا، عرفت؟ مش تكبي كل شيء عليه، يعني be involved انت. اذا زبطت كتير منيح، اذا لا بيكون طبعه هيك وما بيتغير. اذا في شاب عم بيلمح بشكل شوي وقح انه بيحبني بس انا ما بحبه، بدي اوصل له الفكره من دون ما اجرحه، وبنفس الوقت بدي يحل عني. ما بدك اياه ومش جايك شيء منه، بي ستريت فورورد هيك دغري. شو ما قلت رح ينجرح اذا هو هالقد بيحبك، بس انه طريقه هي، بس انه فيك تكون نايسر بالطريقه، بس انه اوبسلي بدك توصلي له الفكره فرح تضطري تجرحي. فيكم تبقوا رفقه بركي مش اول فتره لانه هو رح يكون متضايق، بس انه بعدين بيمشي الحال. كيف فيني خلي الشاب يتعلق فيا اكثر؟ انا ما بحس انه لازم نعمل افورت انه لا بدي يصير يحبني اكثر. لازم تكونوا بس being yourself. كتير عم نقولها هالجملة بهالفيديو بس عن جد كتير مهم. عم تعملي قصص مش انت بس هو يحبك، بس تتعبي حيلاقيك مغيرة، وهيدا شيء كتير غلط. بس انه في اوقات قصص بنت فيها تكون مهضومة فيهم، يضل الشاب يتذكرها فيهم انه تكون كيوت مهضومة، تهتمي بهز انترست، ها اهم شغلة. وكمان ما تكون كتير ملزقة فيه، بحب الشباب انه يشتاقولك، خليه يشتاقلك، خليه انه يكون في سبيس شوي انه يي لا ما سألت عني مثلا اليوم بدي احكيها، عرفتوا؟ هولي كتير مهمين. اوكي، ما كتير في كوميونيكيشن مع انه نحنا بنفس البلد، شو بنعمل؟ بدك تحطي افورت. اذا انتم بذات البلد يعني اوبسلي فيكم مثلا تروحوا، انه يعني فيكم تعملوا شيء لترجعوا تعيشوا هالعلاقه. كوميونيكيشن كثير مهم، هي اساس العلاقه بالنسبه لإلك. كوميونيكيشن، ريسبكت وتراست. يس، اذا وحده منهم مش موجوده خلص. والكوميونيكيشن بالنسبه لي هي التوب تبعها. يعني تخيلوا انتم تكونوا مع شخص ما لكم قادرين تحكوا بكل شيء عم بتحسوا فيه بحيلا ريليشن، ما بتكونوا انتم برا نسوا، بس خلينا نقبل على الحر. هلا عم بيصيروا حر اكثر. إيه لعليكو اه ما عم ببين، ما توقعين على الارض. ايه رح وقع. ايه مغرومه بي ماي بيست فريند من اول نهار، هو بيقول لي انه نحن بس رفقه ولا ما رح نصير اكثر، بس وي فليرت معي بعد از ا جوك، بس دائما بيذكرنا انه نحن بس بيست فريندز. بس انا مغرومه فيه، شو بعمل؟ كثير موقفك صعب. صعب. اوكي بعرف انه هو البيست فريند تبعك، بس انا لو كنت بمحلي كنت بعدت شوي تو هيل تا انا صير منيحه مع حالي، وبركي بعدين ترجعوا اصحاب. بس انه بس بركي حتى لو اذا بطلوا يحكوا يلاحظ انه لا انا بحبها. That's what I'm talking about. حار. حار. هو حاطط براسه هيك يمكن خوفة انه يمكن خوفة من انه يخسرك او whatever، بس لما انت تبعدي حيقول لا انه في شيء كتير نقص من حياتي. جربيها خبرينا شو بيصير. تشوهنا جايز، احنا مش professionals، ما نسمع شيء منا. هي رأينا يعني احنا لو كنا محلكم شو كنا عملنا. الي 5 سنين مع صاحبي، بس اهلي ما بيحبوا، عائلتي ما بيحبوا. اهم شيء بالنسبة لإلي انه عائلتي تكون متفقة مع شريكة. yes. كل حياتك حتضلك تشوف اهلك، وكل حياتك حتضلك مع شريكك، فلازم يكون في ريليشن بيناتهم حلوه، يعني انت تكوني مرتاحه ولا رح تضلك على اعصابك وموتره. كيف بنعرف انه صرنا مستعدين انه نفوت بعلاقه؟ جاوبنا مره على هيك سؤال. الحب بخليك تعرفي، ما فيك تتوقعي without expectation حتنغرمي. once بتحب ايه خلص، ما في انه يلا هلا لازم ننبش على boyfriend. بالعكس، بس نبش ما حتلاقي، لازم يكون باكتر وقت ما يعني unexpected رح تلاقي هيدا الشخص. صاروا كتير حر. عم بحترق كلنا. وقف يبعث لي دي امز من بعد فتره، كان كل يوم عم يبعث لي. مفروض انه مثلا رد على ستوري حركش فيه. واي نوت؟ مش خسرانه شيء. ليش لا؟ يعني ماكسيموم ما بتوصل لمحل خبريه، بس بركي انه يصير شيء. بركي تكون بركي ناطرك مثلا انه هو دائما كان يحكيك، ناطر ليشوف اذا انت حتحكي. سافا هم بتخسروا شيء منهم. دو ات، انجوي ات. anyway هولي كل الأسئلة اللي رح نجاوب عليهم اليوم. مرت الجاي رح نجيب السبايسي نودلز المزبوطين. ما قدرنا نلاقي باي ذا واي، بس لقيت هلا امبارح بيج على انستغرام، بس انا ما رح اطلبهم. Let's do this. الصوت كثير طلع قوي. فاجئ الدخلي هون. بس هي كانت أكثر لقمة حرة. ايه لأنه كل الزوم تحت. Cheers. هلا كثير حدا تضايق. صح. Let's try it.
انت ما عم تشربيها لا بس بس بالعيان بتحس انه خلص انتشر الحر كله. جايز اكتبوا لنا بالكومنتس اذا انتم بتحبوا الحر واذا مجربين هيدا التحدي. يس واكيد عم تحضروا لنا فيديوهاتنا على هي انا وجوا ما هيك؟ اذا ما عم تحضروا بحط لكم لينك شي محل. سو لينك بالديسكربشن روحوا احضروا لانه محضرين لكم قصص كتير كتير حلوة عن جد. Thank you so much for watching and thank you لأنك كنت معي اليوم. Thank you for having me. إذا حبيتوا هالفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وبشوفكم بكرة. باي باي literally بكرة باي. بس حار هلأ أنا وين أكل هو هلأ؟ شحي راحتهم.